كيفية ملء الاستمارة اللي طلقتها وزارة الخارجية دورة التأهيل الدبلوماسي رقم 28. رجعنا وياكم متابعين، واليوم راح اشرح لكم عن كيفية ملء الاستمارة اللي طلقتها وزارة الخارجية للدورة التأهيلية 28. مثل ما تشوفون هذه الواجهة الرئيسية لموقع الوزارة تحتوي على العديد من الشروط. اولا التقديم، ثانيا التدقيق، ثالثا الاختبار التفاعلي. بعد ان تقرأ هذه الشروط كذلك، رابعا المقابلة المباشرة، وخامسا النتائج. بعد أن تقرأ وتطلع على هذه الشروط راح تلقى رابط تسجيل الاستمارة أسفل الصفحة، نضغط على الرابط ندخل هذه الواجهة الرئيسية للاستمارة اللي بالخط الأحمر، فهو واجب عليك أنه تملي هذه الاستمارة. أما اللي ما تحتوي على الخط الأحمر فهي اختيار. نبدأ أولا، عندنا الاسم وكذلك اسم الأب واسم الجد واسم الجد الرابع وكذلك اللقب والمحافظة اللي انت ساكن بها، مثلا نختار هنا أربيل. كذلك تاريخ الميلاد، انت هنا راح تحدد تاريخ ميلادك. هنا تقدر تحدد جنس ذكر او انثى، هنا راح نختار هنا ذكر. الحالة الاجتماعية، اعزب او متزوج او اي حالة. نوع الوثيقة اللي عندك هي هوية الأحوال أو بطاقة الوطنية، هنا أنا بطاقة وطنية اختارنا. هنا راح تملي المعلومات اللي موجودة بالبطاقة الوطنية، مثلا رقم الهوية، تاريخ الإصدار، إصدار المحافظة. أما كذلك تحتوي على جنسية أخرى، هذه اختياري، بإمكانك تمليها أو بإمكانك ما تمليها. عنوان السكن أربيل مثلا، او القضاء، هنا راح تترك رقم الهاتف. كذلك بعد ملء رقم الهاتف تقدر تكتب البريد الالكتروني الخاص بك، في حالة تحتاجك يقدرون يتصلون على هذا البريد او الرقم الهاتف. كذلك الدراسة الثانوية او المدرسة او الدولة وسنة التخرج، ولكن هذه اختياري غير اجباري. بعد ملء هذه المعلومات نفس الحالة تملئ المرحلة الجامعية والجامعة والكلية والتاريخ والفرع والمعدل، هذه المعلومات تكتبها إذا كنت حاصل على شهادة الجامعية. هنا اللغة، الدرجات الخاصة أو الفئات الخاصة، نحن من الفئات العامة الأغلب فنترك هذا الخيار. مستواك في اللغة العربية مثلا متوسط، ومستواك في اللغة الإنجليزية مثلا ممتاز، أنت تحدد هذه الخيارات. وهل تجد لغات أخرى؟ بإمكانك تترك هذا لأنه اختياري. أما مستواك في الحاسوب فإنك بإمكانك تختار جيد أو very good، نختار good. بعد ملء هذه الاستمارة راح ترفق المستمسكات المطلوبة بهذه الصناديق، وبعد أن تكمل تضغط على شعار الوزارة ويتم التسجيل.